السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بواحد من افخم جيمات الجيرو زيرو اور التي لعبت على الخريطة الكلاسيكية تورنمنت ديزرت ما بين افضل اللاعبين اولهم بيك سايز من الدنمارك بجيش جي ال اي ستيلث بالطرف الاخر فاير ستورم او لوجيكا من بريطانيا بجيش تشاينا نيوك. مواجهة مستميتة راح تكون ما بين اللاعبين هذول. اللاعبين تقريبا مستواهم تقريبا مثل بعض، ولو اني بشوف ببعض احيان لوجيكا بيكون افضل، عنده استراتيجيات افضل، اسرع نوعا ما من بيك سايز، ولكن خلونا نشوف كيف راح تمشي موازين هذه اللعبه بهالجيم بعيد. وبذكر الخريطه الاكثر شهره واكثر عدد جيمات لعبت على هي الخريطه، وبعيد وبذكر ما قبل الرانكت مابس كانت هي الخريطه الستاندرد للعبه جيرو زيرو اور. طيب بسم الله نبدا. فاير ستورم او لوجيكا بلش، واحد سبلاي، اثنين سبلاي، واثنين وور فاكتوريز. 90% بدي يعمل سبام باتل ماسترز نيوك. بالطرف الاخر جي ال اي ستيلث بيك سايز جيش الاشباح جيش التخفي، واحد سبلاي اثنين سبلاي وتنل متقدم مع باركس. طبعا هاي النسخه من الخريطه ما فيها كارز وما فيها باكس، يعني النسخه المحسنه من خريطه تورنمنت ديزرت. هشوف بالطرف الاخر تيرست من لوجيكا وباتل ماستر من لوجيكا. طيب خلينا نشوف بيك سايز بالطرف الاخر عم يجمع جنود على ما اعتقد، يطلع تكنيكال سريعه الى ارض الجيرال لوجيكا يلي عنده وركر هون. بيك سايز بالطرف الاخر، بيك سايز كمان عنده تنل هون. طبعا ميزه الجي ال اي ستيلث الاكثر خطوره والاكثر رعبا هي الانفاق المخفيه، يعني هي ميزه خرافيه بالجي ال اي ستيلث، حرفيا نص قوه الجي ال اي ستيلث بالبوبات الفجائيه وبالتنلات المخفيه يلي طالع منها تكنيكال وشال فيها واحدة باتل ماستر. سكراب ديناي من لوجيكا ممتاز جدا، بيعمل سكراب ديناي لحتى ما يستفيد. اوهو يا سلام، الباتل ماستر بالطرف الاخر بتوصل للوركرز، نايس فيري نايس، بيشيل الوركرز بيعمل ديلي للسبلاي تبعيد بيك سايز، ممتاز. الجنود القوازف بيرجع بيعمل سكراب ديناي مرة اخرى. سكراب ديناي عند لوجيكا رهيب جدا، مثل ما ذكرت ببداية الفيديو واحد من اسرع اللاعبين لوجيكا. طيب بيك سايز عم بيحاول يتني لهي المنطقه بالطرف الاخر، فليمر من لوجيكا، فاير ستورم على ما اعتقد يكنسل، لازم يكنسل. اوه بيك سايز لحد الان ما كنسل التنل، بيخسر الوركر وبيكنسل التنل بالثواني الاخيره. طيب يمكن ما كنسله لحتى يستنزف جيوش لوجيكا قدر الممكن. الفليمر لاحظ دمجت كثير، بيسحبها لورا لحتى يصلحها. طبعا باتل ماستر من لوجيكا بالطرف الاخر وباتل ماستر من السايد الاخر. طيب بيك سايز بحاول يخبي التكنيكلز لحتى يعمل بوب من الطرف الثاني، يشيل الباتل ماستر الموجوده هون. بيك سايز عم بيحاول يكابتشر جنود القوازف، يا سلام سلم، بكابتشر بدمر ال الباتل ماستر، والباتل ماستر بتدمر التكنيكال، ممتاز. بلم سكراب بالطرف الاخر، اوه يا سلام، ضغط باتل ماسترز رهيب جدا من لوجيكا على ارض بيك سايز. مره ثانيه بيعمل سبلاي ديلي، بيشيل الوركرز وبيقتل له الوركرز، يا سلام سلم. باتل ماسترز من لوجيكا ما زال الضغط شغال على ارض بيك سايز. التكنيكال اوه لاحظ في تنل متقدم جدا من بيك سايز على ارض لوجيكا، سوبر تكنيكال، يا سلام سلم، هي راح تفيده كثير، راح تساعده كثير لبيك سايز السوبر تكنيكال ضد الباتل ماستر. يا سلام يا سلام، سوبر تكنيكال فيترنسي ثلاث رتب. التيرست بيحاول يقرب ولكن بيشال بالفليمرز، هي التكنيكال راح تكون خطيره كثير على ارض الجيرال فاير ستورم او لوجيكا. بيك سايز يلي بنى تنل مثل ما قلت لك كتير كتير متقدم وكتير خطير ببوزيشن خطيرة جدا على ارض الجيرال لوجيكا. بالطرف الاخر ما زال جيش الباتل ماستر موجود بارض الجنرال بيك سايز، يا سلام يا سلام على الباتل ماستر، على السوبر تكنيكال عفوا. اوهو لاحظ هو صحيح عم يتدمر له ولكن عم يستفيد من الدمج يلي عم يعمله بالباتل ماسترز، ممتاز. بيشيل التنلات، بيحاول يكفي على التنل الثالث، شال اول تنل، ثاني تنل، ورايح لثالث تنل، بخبي الكوادز، معركة غير متكافئة أكيد. التكنيكال من بيك سايز بالطرف الآخر على أرض الجيرال لوجيكا،
بده يحاول يشيل الباتل ماستر موجود هون، ولكن خلص طالما فاتت بالتصليح فصعب تتدمج. السوبر تكنيكال الاسطوريه ما زالت موجوده من بيك سايز بارض لوجيكا. يا سلام، لوجيكا بالطرف الثاني اخذ ثيرد سبلاي، فيرست سبلاي، سكند سبلاي، وبيروح للثيرد سبلاي. الجرال لوجيكا جيش الفليمرز ما زال موجود من لوجيكا، والسوبر تكنيكال. يا سلام يا سلام، الهاي جاكر بيسحب الباتل ماستر. يا سلام عليك، حركات اسطوريه من بيك سايز. يا سلام، جيش الكواد بالطرف الاخر يتقدم ليشيل وحده باتل ماستر، بيدمج التيرورست ولكن ما بيشيله. باتل ماستر بمواجهه باتل ماستر، لوجيكا من الطرف الثاني بيحاول يقعد بقلب السيفيليان. بيك سايز بيخبي السوبر تكنيكال، ما له اي مصلحه يخسر السوبر تكنيكال. حتى الان الباتل ماستر ما زالت موجوده بارض الجيرال بيك سايز، والسوبر تكنيكال تتدخل مره اخرى وبتحل مشكله الباركس عند الجيرال بيك سايز. نايس نايس، المعركه تشتعل في منتصف الخريطه ما بين اللاعبين لوجيكا وبيك سايز. سوبر تكنيكال مره اخرى. يا سلام يا سلام يا سلام، دبابة وحدة تقضي على تقريبا نص جيش لوجيكا، حرفيا نص جيش لوجيكا بالسوبر تكنيكال بينشال من وحدة، دبابة وحدة من عند بيك سايز. جازف فيها المرة، جازف فيها المرة، فما بالك إذا عباها الجنود. طيب بالطرف الثاني بلس من بيك سايز، وباب خرافي من البيك سايز. يا سلام عليك يا السلام عليك يا السلام سلم. تحكم اسطوري ورائع جدا من بيك سايز لحد الان. الجيم كله بهالدبابة، الجيم كله بهالدبابة. يا السلام، بيشيل باتل ماستر، بيحاول يفضي جنود القوازف. يا السلام على المايكرو الاسطوري، بفضي جنود القوازف، بيقعد بقلب السيفيليان. السوبر تكنيكال، سوبر تكنيكال طبعا ما في هجمات تانية، لهيك مركز شوي على السوبر تكنيكال لنشوف اذا راح يخسرها او لا. لوجيكا لحد الان ما اخذ الاويل الموجود فوق، طبعا بده يستغل انه دمجت الباتل ماستر مره اخرى. يا سلام عليك يا سلام سلم، تحكم اسطوري بالتكنيكال. طيب بالطرف الاخر الكواد، جيش الكواد على الباتل ماستر، ممتاز، بيشيل باتل ماستر وبيشيل باتل ماستر بالطرف الثاني. مثل ما قلنا ما زال بنفس الدبابة. يا إلهي، بيك سايز ماذا تفعل؟ ماذا تفعل بجيوش لوجيكا؟ جيوش الكواد تحاول تصد وحدة فليمر، تحاول تصد باتل ماستر، لكن باتل ماستر بتشيل، تشيل وحدة كواد. سوبر تكنيكال بترجع للأرض مرة أخرى، يحاول مرة أخرى بيشيل. كم صارت شيلة؟ 10 دبابات يا رجل، حرفيا 10 دبابات بدون مبالغة صار شيل بالتكنيكال. والله ما عديتهم، ولكن بيطلعوا لهم شي 10 دبابات. بروباغندا سنتر من لوجيكا بالطرف الاخر. خلينا نشوف جدي قاذف ما بلحق ينزل بقلب البنكر. بيك سايز محاولات مستميتة للدفاع من بيك سايز بالطرف الثاني، بقرب الكواد، ما بعرف ليش ما استعمل التنل. بقرب الكواد على الباتل ماسترز اللي رايحين على السبلاي. سوبر تكنيكال تتدخل مرة أخرى، بشيل أول باتل ماستر، بيحاول يقرب ليشيل تاني باتل ماستر. السايز من الطرف الثاني أخذ السبلاي اللي هون، بيحاول يقرب جيش الكواد حتى يشيل الباتل ماستر الموجودة هون. راح يدمج جيش الكواد على ما أعتقد، راح يدمج دمج رهيب جيش الكواد. بيخسر وحدة كواد وبيخسر تاني كواد لأنه محشورين بزاوية. طيب بالطرف الثاني فليمر من لوجيكا اللي ما وقف سبام على ارض بيك سايز. فليمر من لوجيكا اللي ما وقف سبام على ارض بيك سايز، والسوبر تكنيكال مره اخرى تتدخل في التوقيت المناسب. تنل 95 100%. خلينا نشوف اذا راح يعمل بوب مره اخرى بنفس الدبابه اللعينه تبعت بيك سايز. طيب بوب جديد من سايز. يا سلام، بيسحب السوبر تكنيكال وبالكواد بيحاول يشيل الباتل ماستر على ما اعتقد تنشال، لانه معه المسافه، معه المسافه على ما اعتقد تنشال باتل ماستر دون اي مشاكل. ارتلري من لوجيكا على ارض بيك سايز. عنده باتل ماستر مقنوصه بالجاربن كل مع الكاربت. يا سلام، مع الكاربت، النيو كاربت الاسطوري. يا الهي، بيك سايز
بيك سايز يعاني في هذه اللعبة، يعاني في صد هجمات لوجيكا في هذه اللعبة. جارمن كيل من بيك سايز، يتقدم لوجيكا، كابتشر السبلاي اللي هون، أخذ الأويل يلي هون عفوا. طيب اللوجيكا مثل ما قلنا قاعدة بروباغاندا سنتر وور فاكتوري، جيش أوفرلورد مع باتل ماستر مع أوتبوست من فايرستورم أو لوجيكا. طيب الطرف الآخر وحدة تكنيكال مع لوتس، يا سلام اللوتس، يا سلام يا سلام، دي يشيل باتل ماستر، وأخيرا دي حاول يشيل الباتل ماستر بالبلاك لوتس. يا إلهي، هل هي نهاية هذه الدبابة؟ هل هي نهاية هذه الدبابة اللعينة؟ أوه والله حرام، والله حرام، شال السوبر تكنيكال، شال نصف جيش بيك سايز، حرفيا نصف جيش بيك سايز، ولكن الدفاع رهيب. أوه ما لحق يشيل الأوفرلورد، ما لحق يكابتشر الأوفرلورد. بيك سايز بالطرف الثاني عم يبني تانل. أوه فاير ستورم من اللوجيكا، والمعركة تشتعل، المعركة تشتعل عزيز المشاهد ما بين اللاعبين. بيك سايز لا ما طلع سبلاي، بيرجع بيطلع سبلاي مرة ثانية بالدقيقة 12، ما زال عم يلعب بثلاثة سبلاي. الثيرد سبلاي اخذها من الطرف التالي، الاوفرلورد تتقدم من لوجيكا على ارض جيرال بيك سايز او على تونلات بيك سايز، اعتقد تنشال هي الاوفرلورد طالما انضربت بالجنود القوازف، بيعمل بوب بي. اوه يا سلام عليك، يا سلام عليك، بشيل الاوفرلورد دون اي مشاكل. طيب جيش الباتل ماسترز ما زال موجود من لوجيكا، بيك سايز بالطرف الاخر عنده دانل متقدم جدا ببوزيشن كتير كتير حلوة على ارض لوجيكا. نايس نايس نايس، التنالات تزداد بزيدة بيك سايز طبعا لحتى يأمن منطقة السبلاي على ما اظن، او على الاقل يحرم لوجيكا من منطقة السبلاي. بيعمل بوب، بيحاول يشيل الاويل الموجود هون، ما بعرف اذا راح يلحق. جيش اوفرلورد مع باتل ماستر يتقدم الى جيوش بيك سايز، يا سلام، بيحاول يشيل الاويل، خلينا نشوف يشيل اويل على اخر ضربه بالجندي القاذف. يا سلام سلم، جارمن كيل، جارمن كيل، اوه مان مان، جارمن كيل يتدخل في التوقيت القاتل. يا الهي يا الهي، بيك سايز ماذا تفعل، ماذا تفعل عزيزي بيك سايز؟ طبعا بسحب الاوفرلورد لانه الثانية فيه فوق سبيكر تاور، فقد ما ضرب فيها راح تتدمر الاوفرلورد تبعيته. يا سلام عليك، بيسحب اوفرلورد بطريقه جدا محترمه بعد ما شال الاويل للوجيكا. بالطرف الاخر فاير ستورم او اللوجيكا يتقدم بكاربت الى ارض بيك سايز، يتقدم الى ارض الجيرال بيك سايز الكاربت. يا سلام، لاحظ على الحركه، بنى له السبلاي هون وما بناها هون، يا سلام حركه رائعه جدا، حمى سبلايته فيها. بالطرف الاخر لوجيكا ما زال يضغط، لوجيكا ما زال يضغط، خلينا نشوف الانتحاريين. اوه مان، الانتحاريين بشيل اي سي ام وبشيل باتل ماستر، ما هذا التحكم وما هذا المايكرو الاسطوري عزيزي بيك سايز. اللوتس من الممكن انه توقف الاوفرلورد على فكره، اللوتس من الممكن انه توقف الاوفرلورد على فكره. جارمن كيل، اوه اوه يا الهي، ما الذي يجري، ما الذي يجري في ساحة المعركة؟ جارمن كيل بشيل بلاك لوتس، بوقف اوفرلورد جي ال اي ستيلث، يا سلام، بنزل جارمن كيل طبعا لحتى يقنص الجنود اللي جاية تكابتشر الاوفرلورد، ولكن ما لحق، كان بلحق يضرب الجندي على فكرة، ولكن خبى جارمن كيل بوقت سريع جدا. جارمن كيل مرة أخرى على ما أعتقد يوقف الفليمر، على ما أعتقد يوقف الفليمر، أوه بيخسر جارمن كيل، بيعمل بوب بالاوفرلورد والكواد، تصدي راح يكون لا باس فيه من بيك سايز مع وجود تانل هون، راح يشيل الاوفرلورد طبعا. خلينا نشوف اذا راح يعمل بوب، لا والله ما راح يعمل بوب. جارمن كيل فرط فيه باللقطه الاخيره، ما كان لازم يفرط بجارمن كيل، خلينا نشوف. على ما اعتقد الغام من لوجيكا، الغام من لوجيكا على مشارف ارضه لحمايه ارضه، حلو. الجنود القوازف حاولوا يشيلوا الاوفرلورد موجودة هون، ارتلري من لوجيكا على ارض بيك سايز، لوجيكا اللي صار على مشارف ارض بيك سايز، لوجيكا، اوه يا سلام، بيك سايز ينتفض في وجه جرال لوجيكا، والارتلري بتنضرب، ولكن ما بتشيل لا سبلاي ولا ور فاكتوري.
لوجيكا بينسحب لورا، بيج سايز يجبر لوجيكا على الانسحاب. افضل وسيله للدفاع هي الهجوم في هذه الحاله يا عزيزي المشاهد. بيج سايز يتقدم. التنولات حذاري من التنولات الجي ال اي ستيلث، الشيء اللي ذكرته ببدايه اللعبه. بالطرف الاخر فاير ستورم ينسحب الى الوراء بجيش اوفرلورد محترم، طبعا هذا الجيش مخفي، جي بي اس كرامبلر والانتراكس. لو راح تنضرب الانتراكس على ارض لوجيكا، يا الهي تخطيط مرعب من كلا اللاعبين، تخطيط خرافي من كلا اللاعبين. جارمن كيل يتقدم مره اخرى بيشيل الاوفرلورد يلي فيها سبيكر تاور ممتاز، طبعا الاقرب ما عنده حل اخر، جيش كواد يحاول التقدم. يا سلام على الكاربت، يا سلام على الكاربت، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على التوقيت الخرافي وعلى الكاربت الاسطوري. ولكن جارمن كيل راح ينشال، يا حرام جارمن كيل راح ينشال مره اخرى. الكاربت كانت خرافيه من لوجيكا، يبعثر بها اوراق الجيرال بيج سايز، يخلط بها اوراق الجيرال بيج سايز بعد ما زال متقدم. لو هالهجوم مكتمل على ارض لوجيكا حرفيا كان بيج سايز اخذ الجيم بدون مبالغه. دقيقه 17 وما زالت المواجهه شغاله وما زال الجيم شغال ما بين اللاعبين في ربل امبوش. ربل امبوش من بيج سايز بجنود مخفيين. لوجيكا بالطرف الثاني ما زال مستفيد من هي السبلاي، بده يحط له جندي قاذف لحتى يضرب تركات المصاري. بالطرف الاخر لوجيكا فلاس تام وبيج سايز فلاس تام، اللاعبين افلسوا بعد ما طحنوا ببعض طحن اسطوري، طحن رائع جدا. جندي القاذف دي شي سبلاي تراك خلص بيقضي على اخر شريان للموارد عند الجرال لوجيكا. التانك هانتر بحاول ياخذ الاوفرلورد مره اخرى ويرجع بيبني الطاقه مره ثانيه. لوجيكا طيب بيحاول يقرب على ارض بيج سايز، خلينا نشوف ما هي مخططات بيج سايز. اوف اوف اوف، طيب بيكن من لوجيكا على السبلاي الموجوده هون، طبعا لحتى يعلم السبلاي لانه مخفيه. لوجيكا يتقدم الى ارض الجيرال بيج سايز مره اخرى، لوجيكا يجدد الهجوم مره اخرى على ارض الجيرال بيج سايز. سنيك اتاك خطير جدا بتوقيت رهيب جدا، اذا بتلاحظ جبلوا جنود الريبلز المخفيين سنيكي لففهم على ارضه لحتى يعمل سنيك اتاك. يا سلام يا سلام، لوجيكا بارض بيج سايز وبيج سايز بسنيك اتاك اسطوري بارض الجرال لوجيكا. بيج سايز بيحاول يشيل توازن يشيل الباور على ما اظن راح يخسر جنوده. لا والله ما خسر، عم بيحاول يكابتشر له المباني. يا الهي يا بتلحق يا ما بتلحق عزيزي لوجيكا، يا بتلحق يا ما بتلحق عزيزي لوجيكا. لوجيكا راح يخسر القاعدة وراح يخسر الور فاكتوري. مان ببيع له القاعدة وببيعه الور فاكتوري، بكابتشر له مبنى السبلاي. يا الهي يا الهي، ما هذه الاستراتيجية بيج سايز وما هذه الطريقة الأسطورية في اللعبة. أتمنى أنه كان فيديو ممتع، كان معكم أخوكم على الرضا والسلام عليكم.